good. No. Isa. Isa, come around this side. حط يدك هنا. I'll hold you. Go, 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 go. You got. Yeah. All right. Slowly. Slowly. Be careful. Missed it. Call Thanks, father. لا أنت قدم. خليك قدامي معي. Okay. Here we go. روح هنا. لقد تعود عيسى وفالح على المشي على السطوح المستوية في قطر. لقد اقتربا من القمة ويستطيعان الآن أن يأخذا قسطا طويلا من الراحة. There's a bit of an overhang. Let's see if we can get in there. Maybe we can get some shelter. يبدو أن أحدهم قد استخدم هذا الكهف من سنين عدة مضت. These are very, very old paintings. لقد بقيت الرسومات محمية بشكل جيد. These paintings are dating back anything between 700 and 2000 years ago. We call them the San. And the San culture was a group of hunters that used to live in these valleys throughout most of southern Africa. We can see here is possibly a hunting scene. You can see there's some people at the bottom over here, and then there's animals. That could maybe be a lion. And there's some animals over here, quite big animals, and these would most likely be eland. You know, and it looks like they're chasing these animals. You see them, there's some people over there, and they're chasing these animals towards these people where they are most likely standing. It looks like that there's a spear or something. About those people, where are they now? And so those people were basically pushed further and further away from what we know as civilization today. So this area here that we're in is a very special place. It's a very holy place for those people. It's a very special place, this. مع أن جماعات القبائل قد اندثرت من سنين، إلا أنه من المثير أن نرى عيسى وفالح يمشيان على خطاهم بالعيش على قوت الأرض والتنقل بين نفس الحيوانات. لقد تعلما أن كل الحيوانات من أكبرها إلى أصغرها مدهشة للغاية إذا أخذت وقتك في النظر إليها. There's a dwarf chameleon. See this, look at this. اسمه فالح؟ عيسى قل له مهددة بالانقراض شيء ولا عادية موجودة بكثرة عندهم؟ There are many of them around, yes. But they're also very difficult to find, you know, because they can change their color and they can blend right into the environment. It's such a beautiful animal, and some of the African cultures, we don't believe in killing chameleons. Right, you see this plateau. Look how beautiful the plateau is. وأخيرا وصل إلى القمة. اقتربت رحلتهما من النهاية. هذه أول مرة أطلع فيها الارتفاع يعني، وبهالدرجة يعني تقريبا 85 درجة إلى 90 درجة في بعض الأحيان. في شجر كان يساعد بسيط في الركوب، لكن الحجر كان كبير. بس أول ما بديت يوم قال لي المدرب اطلع الجبل، أنا قعدت أفكر وشلون بطلع الجبل هذه يعني. بس يوم شفت قرناس الهواء تقريبا اعتقد شاهين اعتقد اذا ما خاني، وانا طالع لقيت هالريشه اخذته معاي والحمد لله ربك يسرها. والله عن المسافه ما ادري، والله ما عندي توقع، بس اعتقد المسافه يمكن 100 حول 100 متر، بس جرف يعني، مستحيل لا تعلق في الشجرة، لا قدر الله طحت لا تعلق في الشجرة ولا بنت يعني ما حولك الا. لقد دفعا بانفسهما الى اقصى حد وقد اثمر تعبهما، انهما على بعد بضعة كيلومترات من نقطة نقلهما.
هناك عائق أخير عليهما تخطيه. قطيع من الفيلة يتجه إلى حفرة من الماء. لقد اعترضوا طريق عيسى وفالح، لكنهما أسعد ما يكونا لقضاء ما تبقى من وقتهما في محمية شامواري. Let him just find his direction and I'll deal with it when he comes up. Okay, what you've got here, you've got a typical two bulls. They're not fighting like in serious fighting. لقد علق عيسى وفالح في هذه اللحظة بمشاهدة الفيلة، إلا أن الفيلة أيضا تبدو أنها تشاهدهما. Just stay here, stay here, stay here. في البداية عندما وصل عيسى وفالح هجم عليهما فيل كبير. وقتها لم يعلم كلاهما ما يفعل، لكنهما الآن أكثر ارتياحاً في مواجهة أضخم حيوانات اليابسة. بطبيعتها الفيلة ليست عدائية، ولكنها تكره المفاجآت. من الأفضل دائماً أن تعلمها بوجودك. لقد قضى كل من عيسى وفالح 5 أيام في الطبيعة مع يوهان، لكن الآن عليهما توديعه. This is your drop-off zone. This is where I'm leaving you. This is the end of our time together. Take care. والله شعوري صراحة هالمرة يعني عبرت أنا عن شعوري كثير بأشياء كثيرة. لكن شعوري في هالموقف ما أقدر أطلعه، اللي أقدر أقوله إن الرجل هذا اللي قابلته المدرب هو من أفضل الناس الموجودين في أفريقيا، صار له 17 سنة وهو في الأدغال. تعلم كثير أشياء من ناس كبار في السن أصلهم أفريقان. هذه أعطاني إياه خلاصة في 4 أيام واستفدنا منه ولله الحمد. هاي من الفيلمات فوق هاي دنا هاو كان أي Say bye for you, but that's it. I will give you my best knife. I always use it when I go hunting every season. You can open it from here and close it from here. Asante. And before you reach your home, put this here. Yeah. It will take. Do I smell? No, it's very nice. If you want to try it now, let me just put a little bit here. Just put a little bit. Usually you put it. Oh, you put it over there. All right. لقد نشأت بين الرجال الثلاثة صداقة ستبقى مدى العمر، وقد قويت بالتجربة التي عاشوها سوية. Easy girl, come on. I'm gonna just put on your rock quickly. Yeah. Okay. Huh? الله يا أخي. أبكي واحدة. كفى فالح. فراسك. شردت. Okay. Running. Okay. قبلها. Ha. Half of it for me and half of it for فالح and the head for you. Perfect. Okay? Perfect. No. Joking. Yeah. Can you remember where we put our traps? Inshallah. Inshallah. Have a look. Don't move your head. Okay, don't move your head. Just don't move your sticks, nothing. Okay. It makes your heart beat. Yeah. Oh, it was close. It was close. They're heading back into civilization and I'm just heading back into the bush where I belong and it's what I'm good at. But that friendship, it's like pulling an umbilical cord and it won't snap, and eventually when it does give, it's just painful and really emotional. But in the long run, you know, I know that they're taking home some fundamental things that they've learned, not just about the bush, but about themselves.
My gift is first, it's a knife from the bush. And it's like you, like you. Here we go. Take it home. Every time when you hold that knife, every time when you look at it, you will smell the fire smoke. You will remember the day that we hunted the rabbit. You remember the day that we went into the water to take out the roots when we were so cold. That knife will bring back memories. And I hope that you will take that knife and you will show it to your children and that you will talk about these 4 days. This person, friend. Good. Good. Thank you, Hannah. Thank you. Okay. Goodbye. Travel safely. Yeah. Travel safely. Yeah. Okay, inshallah. We will see one another again. Okay. Thank you. They're coming to fetch you. Goodbye. Take care. Bye. لقد وصل عيسى وفالح إلى نقطة نقلهما حسب الموعد، وهذا يعني أن أمامهما آخر تحد سيواجهانه لوحدهما. عبر أصعب مناطق إفريقيا وتمكن من الهروب من أخطر الحيوانات خلال طريقهما، لكن مغامرتهما أبعد ما تكون عن النهاية، فهما الآن يتجهان من الأرض إلى البحر. كان هذا حلم حياة كل من عيسى وفالح في مواجهة أخطر حيوانات الماء. بالنسبة لي يوم جيت جنوب أفريقيا كانت منيتي إني أشوف الحيوانات المفترسة، الأسد، الفهد، وحيد القار، بس القرش الأبيض. يصطاد سمك القرش الأبيض الفقمة التي تعيش على سواحل إفريقيا الجنوبية. يعني كل غواص، مو في الخليج، كل غواص في العالم، كل واحد غاص يتمنى يشوف القرش الأبيض. لا شيء أكثر ضراوة من هذا القرش. من الصعب أن نسجل هذا على أشرطة الفيديو، حيث إننا لا نعلم متى ستهجم، ومحاولة تصوير لقطة منفردة مستحيلة تقريبا. أكو يعني ما اعطانا فرصه نلحق، صراحه حلو شيء عجيب. طار وانقلب على ظهره، بس قاعدين نطالع مره واحده صار كل شيء في اقل من ثانيه صار كل شيء. هذا يتطلب الكثير من الصبر. عيسى، تعرف انت تصور ولا ما تعرف؟ ما تعرف تصورك عصفور؟ والله لا يقولون لي ساعة وقفتي، والله وقف. Now my hand tripod. يستدير عيسى لجزء من الثانية. شفته؟ أنا.